السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تسجل اللي بيحصل على شاشة الكمبيوتر ومن غير اي برنامج خالص، بتدوس على علامة ستارت و الت و ار، بتلاقي ان هو بدأ يجيب لك التسجيل كده. هو بيبدأ يسجل الشاشة، وتقدر تقول له عايز تسجل صوت او ما تسجلش صوت، الميكروفون اون او اوف. طيب خلصت، هتقول له وقف التسجيل، فجيب لك الرسالة دي. الرسالة دي بيقول لك دوس على علامة ستارت مع الجي عشان تطلع لك الشاشة دي. الشاشة دي فيها حاجات كتير قوي، فيها مثلا حاجات ان انت تقدر تسجل من هنا، فيها الاوديو تقدر تتحكم فيه، في الاداء بتاع الكمبيوتر، في حاجات خاصة بالاكس بوكس، تمام. طيب في هنا بقى التسجيلات الفيديو اللي انا عملتها، تقدر لو انت عايز تشوفه تقدر تقول له هنا افتح لي الفولدر اللي فيه الحاجة دي، فيبدأ يفتح لك الفيديو هو. تقدر ان انت تعمل له اوبن، او ان انت تدخله على برنامج مونتاج، او ان انت ترفعه على اليوتيوب او اي حاجة مماثلة، كل ده من غير ما تسطب اي برنامج خالص.